مرحبا، أنا أعمل مساعدة باحث في قسم هندسة النسيج بجامعة باموكالي. اسمي إيجي كاليد. في نفس الوقت أنا طالبة دكتوراه أيضا. يقدم قسمنا التعليم في برامج البكالوريوس منذ العام 1995. يقدم قسمنا الذي يقدم التعليم باللغة التركية من العام 1995 إلى العام 2010، وبدأ التعليم باللغة الإنجليزية في القسم بنسبة 30% منذ العام 2010. وإذا كانت مستوى الزملاء الذين انضموا إلى قسمنا غير كافية باللغة الإنجليزية، يتوجب عليهم اجتياز التعليم التحضيري للغة الإنجليزية في البداية، وبعدها يمكنهم بدء دراسة مواد الهندسة التخصصية والدروس الأخرى في الهندسة. بالإضافة إلى ذلك، حصل قسمنا على اعتماد من جمعية تقويم واعتماد برامج التعليم الهندسي. يجري تدريس العلوم والرياضيات الأساسية والهندسة الأساسية من أول عامين من 4 سنوات في قسمنا، كما هو الحال في الأقسام الهندسية الأخرى. أما في العامين الأخيرين فيكون التركيز على دروس هندسة النسيج التخصصية، وتدرس أيضا دروس اختيارية تقنية واجتماعية في القسم. يوجد في قسمنا 6 مختبرات وورشة عمل، من بينها مختبر فحص النسيج المادي، ومختبر تشطيب المنسوجة، ومختبر الغزل والحياكة، وورشة الملابس الجاهزة، وقاعة النسج، وورشة طباعة المنسوجات، ومختبر تكنولوجيا النانو والمنسوجات الوظيفية. نقوم بتنفيذ غالبية دروسنا التخصصية في مجال النسيج والتطبيقات العملية في مجال النسيج لدينا في هذه المختبرات وورش العمل. وفي نفس الوقت نقوم بتنفيذ تطبيقات دروسنا مثل الفيزياء العامة والكيمياء العامة في المختبرات التطبيقية لهذه الدروس أيضا. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نستخدم مختبرات الكمبيوتر التابعة لكليتنا بشكل فعال أيضا، ونستخدم مختبرات الكمبيوتر بشكل فعال في الدروس التي تشمل برامج الرسم الهندسي وتعلم لغات البرمجة وتعلم البرامج المكتبية. أبرم قسمنا اتفاقيات تبادل الطلبة والعلاقات الثنائية مع 12 دولة مختلفة، ومن بين هذه الدول دول أوروبية مثل إسبانيا وليتوانيا ورومانيا وهولندا وفرنسا، وكذلك دول أسيوية مثل اليابان وتايلاند. يمكن لطلابنا الدراسة في هذه البلدان لمدة فصل أو فصلين دراسيين. تنظم في كل سنة في نهاية الفصل الدراسي أيام المسار الوظيفي في قسمنا. يتمتع طلابنا بفرصة إجراء مقابلة عمل أو حتى العثور على وظيفة قبل التخرج بفضل أيام المسار الوظيفي، حيث تحضر شركات من دينيزلي واسطنبول وأزميت وبورصة ومختلف المحافظات الأخرى للمشاركة في أيام المسار الوظيفي، وتقيم منصات هنا. يكون لدى طلبتنا الفرصة للتقدم للحصول على وظيفة من هذه الشركات وإجراء مقابلات العمل معهم. في الغالب يمكن للكثير من طلبتنا الحصول على فرص العمل قبل التخرج من قسمي عن طريق ترتيب وظائفهم. يمكن لطلبتنا الحصول على فرص العمل بعد التخرج من قسمنا حسب مجالات اهتمامهم، حيث يمكنهم العمل في مواقع مختلفة في شركات النسيج العاملة في مجالات مختلفة مثل الألياف والغزل والنسج والحياكة والملابس الجاهزة والطباعة أو الصباغة. هذه المواقع هي في الغالب قد تكون في أقسام مختلفة مثل الإنتاج والمبيعات والتسويق ومراقبة الجودة والبحث والتطوير. وفي نفس الوقت هنالك فرص عمل لطلبتنا بعد التخرج في مواقع عمل مختلفة بعد التخرج، منها الوظائف في الشركات التي تنتج آلات النسيج والأصباغ والمواد الكيميائية المساعدة. بالإضافة إلى ذلك يمكنهم أيضا العمل في المؤسسات والمنظمات العامة وفي المناصب الأكاديمية. نستخدم طريقة التقييم في نهاية الفصل الدراسي لأننا نهدف إلى التحسين والتطوير المستمر. نظراً لحصول قسمنا على اعتماد من جمعية تقويم واعتماد برامج التعليم الهندسي، نقوم بإجراء تقييم في نهاية الفصل الدراسي لكل درس، نظراً لأننا نجري هذا التقييم على أساس مخرجات التعليم المستهدفة من الدرس. إذا لم نتمكن من تحقيق متوسط معين لبعض الدروس بمستوى معين من النجاح في الدرس، فيمكننا بسهولة تحديد سبب المشكلة في تلك الدروس وأن نقرر بدقة الموضوع أو المواضيع التي يجب التركيز عليها في الفصل الدراسي القادم. أنصح هذا في البداية
للمرشحين الذين يفضلون قسمنا يجب عليهم أولاً تحليل توقعاتهم المستقبلية بشكل جيد. إذا كانوا سيختارون قسمنا قسم هندسة النسيج، يمكنني القول بكل صراحة أنهم في المكان الصحيح. أقول هذا كشخص أكمل كلا من التعليم الجامعي والدراسات العليا هنا في هذا القسم، لأن دينزلي من أكثر مدن النسيج تطورا في تركيا. ستقدم لكم مدينة دينزلي وسيقدم لكم قسم هندسة النسيج وجامعة بامكلا مزايا رائعة من حيث التدريب وفرص العمل بعد التخرج، حيث تقدم المدينة بالفعل مزايا رائعة لزملائنا القادمين من خارج المدينة، لأن لجامعتنا موقع جميل جدا. حقيقة إن الحرم الجامعي كبير جدا ومتطور من حيث الإمكانات الاجتماعية وفرص الإقامة، كما أنه يوفر العثور على المرافق الاجتماعية بسهولة في محيط الجامعة، مما يقدم راحة كبيرة للطلبة. كما توجد أقسام داخلية بجوار الحرم الجامعي مباشرة، تتضمن الجامعة مرافق يمكنك من خلالها تلبية احتياجات إقامتك واحتياجاتك الاجتماعية بشكل مريح. في نفس الوقت أستطيع أن أقول إن زملائنا الطلبة الذين دخلوا قسم هندسة النسيج سيكون لهم الأفضلية، لأن الذين سيختارون هندسة النسيج سيكونون قادرين على الاستفادة من مزايا دينزلي والاستفادة من فرص العمل بعد التخرج ومن التدريب أثناء دراستهم. يقوم طلبتنا بالعمل بعد التخرج ومن التدريب أثناء دراستهم. يقوم طلبتنا بالتدريب في مجالات مختلفة قبل التخرج. بهذا الشكل يمكنهم الحصول على فرصة مراقبة وتنفيذ تدفق العمل في شركات النسيج في موقعها، وفي نفس الوقت يمكنهم اختيار مشاريع التخرج في المجالات التي يهتمون بها. تمنح التدريب العملي ومشاريع التخرج الفرصة لطلبتنا لتطوير أنفسهم من حيث العمل الجماعي واكتساب مهارات التواصل.